أنا شغال مستشفى الأمل، تعرفون مستشفى الأمل علاج إيش؟ مخدرات والمدمنين. بلغ العدد أكثر من 60,000 مدمن مخدرات، والكندرة وغليل والمناطق دي كلهم تابعين لنا وزباين عندنا. والله يا بعضهم يا شباب وصل إلى مرحلة الجنون، خلاص مجنون. واحد تدرون إيش سوى؟ من قوة الطفش، والله ما شفت ناس معذبين على وجه الأرض زيهم. واحد يا شباب من قوة الطفش تعرف إيش سوى؟ قال يا أبوي خربانة خربانة كلها ريالين وأتخلص من الحياة هذه. راح اشترى له بنزين وكب على راسه بنزين وجسمه عباه بنزين وجاب الولاعة. يبغى إيش؟ يبغى يحرق نفسه، يبغى ينتحر، خلاص طفش مل من الحياة. وجاب الولاعة وولع، قربها من جسمه إلا الجسم كله قب نار. تخيل واحد عندكم في الحارة نار من راسه إلى رجوله نار، بدأ يصيح ويصرخ وطاح على الأرض يتقلب. جو عيال الحارة يرشون عليه التراب يطفون النار، طفوا النار. بس بعديش؟ بعد ما حرقت وحرق، بعد ما أكلت وجهه وأكلت شعره وحرقت جلده، ودوه المستشفى. جلس في المستشفى شهرين يتعالج. زاروا الناس الطيبين أهل الخير أهل الدعوة أهل المندوبية زاروه. طيب الشباب زاروا الناس الطيبين زي القايمين على الجلسة هذه، حسن بن علوة وداود والشباب، الله يسعدهم في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. الله يحرم وجوههم عن النار. قولوا آمين. كل العاملين في الجلسة واللي سعوا في هذا الملتقى الله يوفقهم ويسعدهم دنيا وآخرة، والحاضرين قولوا آمين. زاروه في المستشفى، زاروه أهل الخير، قالوا يا فلان أنت جربت كل حاجة يا أخي، جرب الدين، جرب الهداية، جرب القرآن، جرب الصلاة، جرب الحرم، جرب الحياة مع الله، جرب الأنس بالله. قال لهم إيش؟ قال لهم هذه نار الدنيا سوت فيها كذا، كيف نار الآخرة؟ والله العظيم إني تائب إلى الله وتاب. والآن قالوا لي الشباب إنه في حي الصفا تائب من أهل الصف الأول، من أهل القرآن، من أهل الخير، مبسوط بس وجهه محروق وصدره محروق، لكنه مبسوط ومرتاح. تدري ليش؟ لأن الله قال في القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.